أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بتاريخها العريق في مجال القضاء وما حققته من إنجازات رائدة على هذا الصعيد، مؤكدا حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم السلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها، انطلاقا من الدور الهام الذي تطلع به في تعزيز مبادئ العدل والمساواة والحفاظ على الحقوق والحريات وتعزيز أمن المجتمع واستقراره. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية هذا اليوم عددا من القضاة، حيث أدوا القسم القانوني أمام جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينهم في مناصبهم بمحاكم التمييز والاستئناف العليا المدنية والشرعية. وقد هنأهم جلالة الملك المعظم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم ومهامهم الوطنية الجديدة، تعزيزا وترسيخا لمبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون، والتي تعد ركنا أساسيا لنهضتنا التنموية الشاملة. وعرب جلالته عن اعتزازه بقضاة البحرين المخلصين الذين يحملون على عاتقهم أمانة حفظ حقوق المواطنين والمقيمين وضمان تحقيق مبادئ العدالة وسيادة القانون، مؤكدا حفظه الله ورعاه على الدور الهام الذي تقوم به السلطة القضائية في ضمان تقدم المجتمع وتطوره واستقراره.